يطالب سكان قرية زنشريها التابعة لبلدية بونوح السلطات العمومية للتدخل ودفع عجلة التنمية في هذه المنطقة التي أصبحت مهمشة بالنظر لطرقاتها المتطهورة، وكذا غياب النقل المدرسي وانعدام الكهرباء في عدة منازل. كارثة ماشي الحوق قازار، قازار ديريكت قفال واحد السيفون يخملا قرا ودارينا راه. فريد عقلك تسوالي لا بيسين ماشي لا فريد، هي لا كدوامان، صافي دونك الحضارة. نسى بروبليم ليكليراج بيبليك، نسى التريسيتي خلانيت لان لي فيلاج كيخصهم التريسيتي سو تيخامني فعلنا في تزرين. كما أصبح شباب قرية تيزين شريعة غارقين في الفراغ والبطالة بسبب انعدام الهياكل الرياضية والترفيهية، وكذا نقص أماكن التشغيل. مزيان سوا ثنتي دا في الديال لافيل نا ثنتي دا في الديال خلاوي سي توجور لا روتين ولا شدا شارا خدم المساكن هاد السيادة تخدم لي زانفيتيسيون لي زانفيستيسمون تغلق نير كل عندو تاريوسي نارا افي غاري فردان ولاش لي فيزيتور ولاش توجور تقواد المساكن لي زاكريسيون الى قد خمن لا سيكوريتي. نداء سكان منطقة بونوح ينتظر أذانا صاغية للتخفيف من معاناتهم اليومية، وكذا إنقاذ شبابهم من شبح البطالة.